السلام عليكم، مرحبا بكم في قصة جديدة من القصص ديالنا. كيف العادة ما تنسوش لايك سبسكرايب وتشاركوها مع أصحابكم. شدوا شي كوان خاوي، ديروا الكيتو وطفيو الضو. هاد القصة غتكون اعترافات ديال واحد المرأة اللي دخلت في عالم السحر والجن والشياطين، وهي حقيقية 100%. حقوق القصة كاملة راجعة لأميمة من تازة. قبل ما نبدا بغيت نقول لكم الناس اللي قل من 18 عام ما يتصنتوش لهذه القصه. مهم بلا ما نطول عليكم، مشينا. هاد المراه كتقول خديت الاجازه ديالي هاد العام في اللغه الفرنسيه، ساكنه في الحي الجامعي مع البنات، عايشه المغامرات في حالي في حال البنات اللي في السن ديالي، ضاحكه ناشطه بخير. كنت عايشه حياه كبر من طاقتي الماديه، ولكن ديما جايبه نهاري. فاش خديت الدبلوم وما بقى عندي حتى شي سبب باش نبقى في الرباط، كان خاصني ضروري نرجع لمدينتي. خرجت انا والبنات مجموعين اخر مره، نشطنا مزيان ورجعنا توادعنا، بكينا حتى نشفو الدموع ورجعت للدار. داز الشهر الاول الثاني، كندفع لي كونكور اللي كيعجبوني ووالو، كان قدامي غير المقاطعات والتعليم، وانا عارفهم ما كيخلصوش مزيان، وعاد زيدها البعد، وانا ما كنتش راضيه بالمستوى المادي ديالي، كنت طامعه في اكثر. جاو فيا الخطاب ولكن ما كيعجبنيش الحال، وما كيكملش الله فيهم بالخير. حسيت بالالم والحسره، مرت بزاف نفسيا، ما كنتش مولفه هاد الجو ديال الدار ونبقى محبوسه. قريت بزاف د الروايات بالفرنسيه لدرجة أن هادشي ما بقاش كتير الاهتمام ديالي. كنت كنسمع بزاف باللي عندي العكوسات ولا العين والحسد، كنت كنقول هادشي غير تخربيق هنيونا منه، وكان بقى نضحك ولا كنت هكم عليهم. فاش كنت في الحي الجامعي شحال من بنت كانت كتمشي لعند مشعوذين باش تسحر لشي أستاذ ولا تحيد العين، أما أنا ما كنتش مهتمة بهذا المجال، حيت كنت عايشة مع واحد صحاباتي اللي مهووسين بالحياة الأوروبية والفلسفة الفرنسية والستيل ديال الحياة اللي فيه الشراب والصايات والعلاقات مع الدراري. دازت ايام وشهور حتى لواحد النهار جا خطب فيا واحد الراجل اللي كيقولوا باللي راه فقيه. تزوجت به، كان شاب حافظ الكتاب الله وامام ديال المسجد. دوزنا عرس معتبر وفرحت براسي. مشيت رحت لداري، في ليلة الدخلة تنكتشف عالم اخر. قبل ما يدخل عليا صلينا جوج دركعات، وكانت اول مره غنبدا الصلاه، وكان فرض عليا الخمار، ولكن هو كان لاباس عليه، داكشي علاش قبلت به. وعاد كنشوف الوقت ضاع من عمري وما بغيتش نزيد نضيع حياتي. بعد ما صلينا جوج ركعات بدا كيقرا شي حوايج اللي ما فهمتهمش في ديك الساعه، وكيرشني بواحد الماء اللي غنقول لكم علاش كيصلاح من بعد. حسيت باللحم يشوك عليا والرغبه فيه زادت. ما اكتفيتش بالدم اللي خرج مني، ولكن درنا جماع كامل لدرجة حسيت براسي بحال شي حيوانة هائجة. وفاش صبح الصباح رجع عليا داك الالم كله. درنا الفطور في الصباح وتواداعت مع والدي وخواتاتي. من بعد مشينا انا وياه للمدينة اللي غنسكنو فيها. دخلت للدار كان واحد البيت مسدود، وقال لي عمرك ما تقربي ليه. ما عرفتش علاش منين خطبني وانا حاسه براسي كان بغيه ومهووسة به. فاش كنت شفتو اول مره ما قدرتش نتحكم في راسي، وليت فيما كنغمض عيني كنتخيل راسي ناعسه معاه، وهادشي في مرحله الخطوبه. وليت كنطيعو اي حاجه كيقول ليا كنقول ليه واخا. نهار اللي قال ليا ديري الخمار شدو فيا خواتاتي، حيت كانوا عارفيني ديما كنلبس القصير. انا من داك النوع اللي كنت كنحلم نعيش حياه مستقله ونلبس اللي بغيت، ولكن من بعد لقيت باللي كان ساحر ليا باش نتعلق به. وفاش بطلتو في اخر ايامي عانيت الويل. في الشهر الاول ما خرجناش من الدار، بقينا غير كناكلو وصافي، كنا كنعسو وكنمارسو بزاف وبشكل مبالغ فيه، لدرجة شي ايام كنا كنعسو وكنفيقو به. دازت مدة وحسيت بالراجل بدا كيضعف والجهد قلال وما بقاش كيتأثر بسهولة، خاف بزاف على راسو وبدا كيعتزلني. فاش شاف بلي المستوى ديالو هبط قال لي غنرجع لخدمتي وغتولي نتيا شريكتي في واحد العالم اللي فيه الفلوس بزاف، وهو باش درت هاد الدار اللي كتشوفي. نسيت ما نوصف لكم الدار، كانت زوينه بزاف،
وعامرة بالقبص والزليش والتريات المذهبين. مهم كانت مجهزة على حقها وطريقها. كنت فرحانة بزاف فاش شفت هاد العالم وهاد البطخ اللي وليت عايشة فيه. كنت سائل بيني وبين راسي كيفاش إمام داير هاد الدار كاملة وعندو هاد الفلوس كلها. فواحد الليلة قال لي أتولي خدامة معايا، ولكن قبل خاصك تمشي معايا، خاصك تزوري باش تاخدي البركة ونولي نخدمك معايا. قال لي أول حاجة خاصنا اليوم نعيطو على القارينة اللي غتخدم معاك، وهي جنية اللي رابطها جد جدي، ولحد الساعة مازال مربوطة أكثر من 450 عام. هبطنا للدار السفلية وتماك غلقى واحد العالم آخر مختلف بزاف على الدار اللي الفوق. دار كانت كلها بالجير وحيوطها ضيقين، فالحيوطة كانوا معلقين جلود ديال الحيوانات اللي شفتو من تماك، كان جلد ديال الثعلب والقط والنمر. عراني كلي وخرج واحد جوج مشاش اللي كان ساد عليهم في واحد القفز، ذبحهم فوق لحمي وبدا كيتلمس فيا وكيدهن بهم ذاتي، خاصة المنطقة الفرج ديالي. حسيت براسي مجعورة وما قادرش نقول ليه لا. هز واحد الشمعة اللي كانت مكتوبة فيها سميتي وبدا كيدوبها فوق مني. شد واحد الماء اللي كان فيه البول، كان خانز بزاف، انا متأكدة باللي داك البول ماشي ديال بنادم. خلطو مع واحد الماء اللي كانوا فيه واحد الحروزات السحر، ومخلط معاه واحد العظام ديال شي بنت ميتة. من بعد دهن به الجهاز التناسلي ديالو، هزني وحطني فوق واحد الزربية. ديك الزربية كانت عامرة بالشعر وشعر ديال الموتى. ومن بعد بدا كيمارس معايا، من اللي سالا خدا الما ديالو شرب منه وعطاني حتى انا شربني. لبسني واحد الماسك مصنوع من شي جلد اللي ما عرفتش منين جايبو، ودرت جروند الماعز فوق راسي ودار هو جروند ديال الكبش. لبسناهم وكملنا الممارسة ديالنا حتى نعسنا. فاش فقت لقيت كرشي منفوخة وهو ناعس، ما تيقتش، خفت بزاف، وكرشي كضرب في حلة فيها شي حاجة لداخل. بكثرة الآلام والغوات سخفت، بديت كنتوجع وصدري كيضيق عليا، وفي نفس الوقت واحد السائل كحل بدا كيخرج ليا من الفرج ديالي. كرشي كتقطع وانا كنت وسط واحد الدائرة اللي كانت مرسومة وفيها نجمة خماسية الوسط، وفي كل زاوية من ديك النجمة مكتوب واحد الاسم. ما بغيتش نذكر لكم الاسماء حيت خفت لا شي واحد يكون فيه مرض الصرع ولا شي حاجة ويصدق كيعاني. شفت فراجلي اللي كان مغيب وخارج الدائرة، اثار الدم لي على الارض كتبين بحال شي واحد اللي جرول تماك باش يخرجوا من ديك الدائرة. بديت كنشوف في السقف بحال القبة فيها شي كلمات عبرية ما فهمتهمش، كانوا طقوس غريبة. حسيت بالخوف وانا كندور عينيا في ديك البلاصة وكنغوت، ولكن حتى شي واحد ما سمع صوتي بحال فاش كنكونو كنحلمو. كنت كنقول راه واقيلا غير كنحلم، ولكن الالم اللي كان عندي في كرشي كان بزاف وما بغاش يحبس. كنحس بداك السائل كيخرج مني وكيجر معاه روحي. شوية زلقات ليا شي حاجة ما بين رجليا، زلق ما بين رجليا واحد الكائن اللي ما نقدرش نوصفه ليكم، عمرني ما شفت في حاله. واحد البنت الملامح ديالها كحلين في حال ديال الغراب، ما نقدرش نزيد نوصف كتر حيت عقلي في ديك الساعة ما قادرش يستوعب. اول مرة غنشوف شي حاجة في حال هادي، وانا شادها بين يدي حتى دابت وبقى في يدي غير الماء. غمضت عيني وصافي نعست، ما بقيت عاقلة على والو. فقت في الدوش لقيت راجلي حدايا كيعنق فيا وكيبوس وكيغسل ليا. لقيتو جمع الدنيا كاملة وطلعنا للفوق. كانت الدار محمية بواحد الحروس ديال واحد اليهودي اللي كان هو اصلا مول الدار، واي جن ما يقدرش يخترقها ما عدا القارين، وطبعا ما يقدرش يأذيك. ما فهمتش وما استوعبتش، كانت الحالة ديالي خايبة بزاف وما قادرش حتى نوض. فاش سالينا فهمني باللي قدر يحرر القارينة ديالي وباللي هي غتولي في الخدمة ديالي حتى نموت. قال لي باعتبارك حررتيها من الأسر وهي كانت في كرشك، غتعتبرك دابا في مثابة الأم ديالها. ما كنتش فاهمة شنو كيقول، بقيت غير حالة فيه فمي ومستغربة. تماك عرفت باللي ديك الطقوس اللي دارها كانت حقيقية وماشي أوهام. كنت عيانة بزاف ومهلوكة،
شهيتي نقصات ووزني حتى هو نقص. حلمت بلي خاصني نمشي نزور شام هاروش اللي هو في الحقيقة ملك الجن. القرينة ديالي كانت مازال ضعيفة، ما قادرش تعالجني إلا شافتني في خطر. شدينا الطريق في وسط الجبال، وصلنا بالليل. كنت كنحس بلي راني مراقبة وظهري فيه شي ثقل، وبلي راني هزة شي حاجة على ظهري بحال مركبة شي بنت صغيرة. ملي سولت راجلي قال لي راه هذيك غير قرينتك، وبلي هو راه كيقدر يشوفها. طرق كاملة هو كينعت ليا وكيوريني قبورهم والبلاصة فين كيموتوا. قال لي من بعد غنولي قادرة باش نشوف غير الجن السفلي. هنا تخلعت وبدا قلبي كيضرب. ديك البنت اللي كانت فوق ظهري حسيت بيدها كتحط فوق صدري بحال كتهدني. حاولت نتحكم في راسي ونكمل الطريق. راجلي حس بالسخفة والدوخة، قال لي بلي ما قادرش يكمل. قال لي بلي كل ما قربنا لشمهاروش كيولي الضغط عليه اكثر. حاول يفهمني بلي القارين ديالو ساخط عليه الملك شمهاروش، ولكن هاد السبب ما قنعنيش. شفت بلي ماشي سبب كافي. حسيت بلي خايف من شي حاجة، يمكن ما عندوش القدرة يسيطر عليه. نعسنا في الطوموبيل، كنحس براسي مهلوكة ومسخسخة حيت ما واكلة والو يومين هادي. صباح صباح حاولت نبزز على راسي شي ماكلة اللي كانت مسوسة حيت القرينة ديالي ما كتاكلش المالح. هادشي كانوا كيأمنوا به كاع الملوك ديال الجن والسحارة، ولكن ما عندوش مبرر وتأثير على نظام الجن الفيزيولوجي. راجلي شد ليا تاكسي ومشيت كملت الطريق بوحدي حتى وصلت لآخر نقطة كيوصل ليها التاكسي. تماك لقيت واحد المرأة اللي كان كيعرفها راجلي وصيفتني عندها باش تضايفني. نقولوا بلي سميتها عتيقة. عتيقة هي أقدم وحدة كتملك الجن في ديك المنطقة. العمر ديالها كيتجاوز 90 عام، عمية ما كتشوفش، ولكن كتمشى مزيان بحال كتبان ليها الطريق كاملة. ولكن ما كان باين عليها والو. من بعد فاش حققت فيها مزيان لقيتها ما عندهاش الشنايف ومخيطة صباعها بجوج. بديت كنتخلع. مهم ركبتني فوق واحد الحمارة. حشمت في الاول ولكن قلت بلا بريستيج نستمتع وندوز الوقت، واصلا انا مريضة وما قدرش نتمشى. كنت جايبة معايا جوج فرارج كحلين وجايبة معايا واحد الباكية ديال الشمع راجلي كان عطاني باش نشري معزة كحلة. من بعد مشيت مع عاتقة وغادية وكان غيب. حسيت باللي ديك البنت اللي في ظهري كتكمش عليا بحال الا خايفة من شي حاجة. شافت هذيك الشارفة وحطات يديها على راسها حتى حسيت بها الطرخات وتهد الناس. بقات كتعاود لي على القصة ديالها وباللي حتى هي ولدات القارينة ديالها والطقوس اللي كانت كدير. انا ما كنتش مركزة معاها بزاف وما عقلتش على النص في هضرتها. اللي شديت في راسي هو كيفاش تعرفت على راجلي. كان حتى هو غير طالب علم وفقيه في هاد المنطقة، جال شمهاروش غير في سبيل الفضول وصافي. ولكن قالت لي بلي راجلي تخطى واحد الحلقة اللي كانوا دايرينها شي ساحرات، كانوا باغين يصيدوا واحد الشيطان ديال الجن، ولكن لسوء الحظ هذاك الشيطان قدر يتلبسه ويخترق الحلاقة وجا حتى لدارها وسخف، وتماك تبدلات حياته وولا كيدير داكشي اللي كيدير فيه دابا. عليها ما قدرش يكمل الطريق حتى لهنا حيتاش ملي هرب دوك السحارات ما بقاوش كيحسوا بالوجود ديالو. داكشي علاش داروا واحد الحروزة كبر باش ما بقيش يقرب لهاد المنطقة. وصلنا لدارها اللي كانت مبنية غير بالطين، فيها مرح وجوج بيوتها مغطية بالخشب وبالقش وبزاف ديال الدجاج كحل داير بيها. عندها قرد وجوج معزات. كانوا البيوت مظلمين وما فيهم الشراجم وريحة البخور في الدار كاملة. دخلت للدار كنت مهلوكة، نعست تقريبا نهار كامل. ملي فقت لقيتها حاطة ليا واحد الكاس. دوك الوصفات ما نقولهمش بالديتاي، غنعطيكم غير بعض الامثله ديال الحوايج اللي دارت ليا في الكاس. كان فيه الدم ديال الفروش وشويه من اللحم ديال المعزه، وزادت عليه جوج قطرات من دمي وشي حوايج اللي ما عرفتهمش. قرات عليه واحد التميمه ودوزته فوق البخور. من بعد خشات فيه ديك التميمه اولا الحجاب كيف ما كنقولوا وعطاتني باش نشربه. ما استوعبتش شنو كندير، كنت ضعيفه. فاش شربت منه قالت لي اعطيه لقارينتك، ولكن قبلت فلي فيه وزيدي فيه جوج زغبات دياولك.
داكشي اللي درت وعطيته ليها، شفت باللي الكاس خوا. من بعد كنت بديت كنشوفها، بدات كتبان ليا بحال شي شبح اولا شي كائن شفاف. قالت لي من بعد باللي خاصنا نمشيو نزورو شمهاروش، ولكن ما خصناش نطولو تماك، حيت كانوا بعض الساحرات عندهم موهبة وكيقدروا يسرقوا الجن او لا يحولوه لشي جهة اخرى. عراتني ونعست على ظهري، رسمت لي مثلث فوق اليد ديالي وكتبت سميتي ورا عنقي، وشمات لي واحد العين وسطها مكتوبة السمية ديال الام ديالي. كنت كنحس براسي مرفوعة ووليت كنشوف شي خيالات اللي ما كانوش كيبانوا من قبل. دوك الوشمات اللي دارت ليا كانت كتشعل فيا العافية، حسيت بعروقي سخنو بزاف والقوة ديال الجسم ديالي تزادت، خصوصا ملي كتبات سمية القارنة ديالي في رجلي اليمنية. من بعد نعست فوق واحد المثلث رسمه على واحد ليزار مكتوب بالصمغ ومرشوش بالبول ديال الفكرون. حسيت براسي كنت تحرق وبقيت كنعيط بسمية القارنة ديالي، وانا كنت نفض وجسمي كله كيترعد. داك السقف اللي كان فوقي حسيت بيه بحال تسد، والريح ما بقاش كتدخل من بلاصه. تماك صافي غيبت. فقت في الليل لقيت حدايا واحد الجبانيه فيها بحال البلول ديال غلاله، وبطبيعه الحال هذاك ما كانش بلول غلاله حيت كانوا فيها شي مكونات اللي كيعيفوا وما نقدرش نذكرهم دابا هنايا. مهم داك البلول كانت كطيبو في واحد القدره كبيره وكدير فيه واحد جوج الحجابات يهوديه باش كيبقى سخون ديما وما كيحتاجش للعافيه. كانت ريحته مجهده وكيعرق بزاف، ولكن كيحيد منك بزاف السوائل وكيخلي داك الحجاب يتفاعل فيك. في الليل ولات كتبان لي الدنيا مضويه وطريقي باينه بلا ما نحتاج لا للضو ولا للشمع. كانوا بزاف الناس والعيالات طالعين لمحكمة الجن شمهاروش، ومرة مرة كيبانوا لي شي أشكال في شكل، كيبانوا لي بحال شي أشباح ما بين الشجر. بديت كنحس بحال اللي اخترق داك الجدار الأول اللي كان بيننا وبين عالم الجن. بقيت غادية في ديك الطريق وكنحس براسي مرتاحة، بديت كنحس بوجود الجن وكنقول أشهد العالم اللي دخلت ليه، ولكن في نفس الوقت قلت بلي ما بقاش الوقت دابا باش نتراجع. بانت لينا ديك الصخره اللي مبنيه عليها القبه ديال شمهاروش، كانت كتبان ليا كتضوي وكلها نور. تماك فين كاين قاضي الجن وكاين شي مشعوذين وعلماء في السحر. ما عرفتش منين جاتني القوه باش نتمشى ديك المسافه كامله من الدار حتى لهنايا، وانا اللي كنت غير الدروج كيسخفوني. كان فرق كبير ما بين الجسم ديالي شحال هادي ودابا. وتماك بدينا كنشوفو شي امور اللي ماشي في الحقيقه، ولكن الجن اللي كان كيصورها لينا. دخلت لواحد القاعه وكان تماك واحد السيد كبير في السن، كانوا عينيه خضرين بزاف وكيبانوا من البعيد، وودنيه الى حققتي فيهم عنده غير وحده، الودن اليسريه ما عندوش محيده. العمامه اللي كان دايرها فوق راسو كانوا فيها شي نياب ديال الحيوانات. ما فهمتش داك السيد كيفاش داير، كان كيبان ليا ماشي طبيعي. كان جالس مربع وفي جنبو جوج ديال الخدام اللي كانوا مشدودين بسناسل من العنق وحانين الراس، كانوا مفرشين شي زرابي، وتفكرت الزرابي اللي عندنا في دار راجلي بحالهم نيشان، حتى هما مصنوعين من زغبد الموتى. وفي الحيط كانوا شي تصاور ديال الجن وهما مشوهين، كان داكشي بحال شي متحف. شاف فيا وشد ليا يدي دفل فيها ومسح وبدأ يكتب بالصمغة باسم شمهاروج انتي لينا وعلينا، ولا غدرتينا غطيري وغنفيوك وتولي من العبيد لينا. في ديك اللحظة شدتني تبوريشة وبقيت مصدومة، قاليا باش تاخدي الكرامة وتنتفعي بالبركة ديال قارينتك يلزمك تضحي بعائلتك ولا بولادك ولا بشي عضو من الأعضاء ديالك. بقيت متردة وكنفكر، قاليا متفكريش بزاف ولا غتسحب الدعوة. قلت ليه صافي انا موافقة غنضحي بعضو من الاعضاء ديالي. شد لي يدي اليمنى وبدا كيقرا شي عبارات وكيرشها بواحد الماء اللي كحل ومايع فحال داك الماء اللي كان كيهبط مني. شد يدي وغسلها ليا بواحد الماء، ملي سولتو ديالاش قال لي هذا الماء ديال الغسيلة الميت.
حسيت بالتبورشة ويدي تخدرات عليا، وتماك صافي نعست. ملي فقت لقيت راسي في واحد القاعة مع البنات والعيالات والرجال اللي عاد خداو البراكة، كانوا بزاف. شفت فيا ديك المرأة اللي جابتني وقالت لي وأخيرا وليتي وحدة منا. بدينا خارجين وبديت كنسمع واحد الصوت في راسي، حسيت بقرينتي كتحاول تهدني وتشد على قلبي، ولكن الصوت كان قوى منها. الصوت قال لي يا ما تطوليش في هاد الشي بزاف، نهار اللي كبر غيدمر لك كل شي اللي حداك وجنبك وغيحرقك معاه. ملي خرجنا كانت تقريبا الفجر وبدات الشمس كتبان، ما قدرتش نشوف دوك الاشكال اللي كنت كنشوف في الاول من غير القارنة ديالي بطبيعة الحال. مشيت مع ديك الشارفة وراتني الطريق، عنقاتني وقالت لي واحد الكلام اللي فهمته معطل. قالت لي واحد النهار ما غيدوم حال، غنكونوا غير بجوج. يدي كنت كنحس بيها ثقيله عليا وكتحرك بزز، طليت عليها وانا مخلوعه، بانت لي ولات كحله، ولكن ديك الكحوليه كانت كتحرك بحال في الداخل ديال يدي شي حاجه. وهاد اليد ولات كتخدم غير الشيطان لمده سنوات. بقيت غاديه في الطريق، وصلت لاقرب قريه كاينه تماك، وتماك تلاقيت براجلي، عنقني وداني معاه، بقينا ساكتين الطريق كامله. باش يكسر داك الصمت سولني وقال لي باش ضحيتي؟ حاولت نهز يدي باش نوريها ليه، ولكن كانت ثقيله عليا. قال لي هذيك اليد فاش غتكوني كديري الطقوس ولا كتوجدي الحروزه غتكون اسرع من اليد البشريه. بقى كيضحك، واللي متعجبه منه هو ان القارين ديالو كان اقوى من انه يشوفه. في الوقت اللي وليت انا قادر نشوفه كان شيطان جن مارد. وصلنا للدار، حيدت حوايجي بصعوبة ودوشت ومشيت باش الناس. كان راجلي كيصلي بالناس وكيكسب الثقة، كاع الناس اللي كان كيصلي بهم كانوا كيثيقوا فيه. كان ما كيقدرش يقيس البنات ولا يعالجهم، وهنا فين غيجي الدور ديالي. نعست تقريبا لمدة 3 ايام، من بعد هبطت معاه لتحت، بدا كيعلمني كاع داكشي اللي عارف. هادي لتأخير الزواج، هادي دا الرزق، هادي ديال تفريق الأحبة، كل حاجه ولا ايش كتصلاح. كان داكشي داغي كيلصق في دماغي، خصوصا واننا في ديك البلاصه كانت فحال شي مستودع فيه كاع انواع الاعشاب وجلود الحيوانات، وبيت اخر كانت فيه حيوانات حيه وحابسهم في واحد القفز. ملي كندخلوا عليهم كيبداو يغوتوا كاملين بحال باغينا نخرجوهم من داك السجن اللي هما فيه. بديت كنتفكر البلاصه اللي زرتها اللي كانت كاملة فيها الشمع، الناس اللي كيمشيو لتماك كيطلبوا البركة، والأغلبية ديالهم العوانيس ولا اللي فيهم العقم ولا اللي مخدامين مردامين. وحتى من ذوي الاحتياجات الخاصة لقيتهم تماك اللي كيطلبوا باش تحقق الرغبات ديالو. إلا شفتي بكاع الوجوه اللي تماك غيبانوا لك صفرين وشاحبين، عينيهم غير كيدوروا بحال خايفين من شي حاجة. الخوف كان معشش في دماغهم وفي قلبهم، الناس اللي قنطوا من رحمة الله. بديت كنتفكر كاع داكشي اللي طرا بالتفاصيل، حتى رجعني راجلي للواقع ملي طاح في الارض. بديت كنحس بشي حاجه ماشي حتى لتما، خصوصا ملي القرينه ديالي بدات كتجرني وبغاتني نشوف في شي بلاصه. ملي هزيت راسي بان ليا واحد الخيال كيطل علينا، بقيت معاه حتى فيقتو. من بعد دوك الازمات ديال راجلي تزادوا، والصحه ديالو غاديه وكترجع للور، وديما كانت كتجي النوبات ديال الصرع. واحد النهار ملي كنت كنعاونو باش يدوش، لاحظت بلي لحمو بدا كيزرق خصوصا في المنطقه اللي لتحت، ما بقاش قادر حتى يبول حاشاكم. كيتالم بزاف وهو كيقضي حاجته، ديما كيغوت، كيقول لي بلي كيحس بشي حوايج كيتحركوا في الداخل ديالو. دخلنا لواحد البيت، قال لي بلي غيحاول يعالج راسو ولكن ما قدرش. تماك فين قررنا نمشيو لعند واحد الطبيب، حيت لحمو كامل عمر بالتقرحات والقيح، والدود بدا كياكل طرافو. من بعد عرفت بلي ما بقاش امال في العلاج ديالو، وان داكشي اللي دار معايا وملي خرج ليا القرينه ديالي كان سبب رئيسي في هادشي اللي وقع ليه. ولكن هادشي عرفتو حتى من بعد ملي بديت انا في الخدمه، كانوا كيجيو عندي ارقى النساء اللي لاباس عليهم ومعروفين في المجتمع. كانت القرينة ديالي كتقول لي كاع الأسرار ديالهم، و
وداكشي اللي كيخبيوه من مورا ديك المظاهر اللي كيجيو عندي بيهم. كنت كنجلس في ديك القاعة اللي كان كيخدم فيها راجلي فوق واحد الهيدورة ديال جلد النمر، في وسط ديك الدائرة اللي كانت مرسومة فيها نجمة خماسية. كان حط قدامي واحد المجمر الغطا ديالو ذهبي، ملي كيجيو ضيوفي ويجلسو قدامي كانوا كيخافوا وكيدهشوا من داك المنظر اللي كيشوفوا. الجو كان غريب وكيخلع، حتى انا اللي كنت مقاد داكشي بيديا كنت كنتخلع منه. ملي كندخل كيبانوا ليا الجن معمرين ديك البلاصه. كنت كنغطي ديك اليد اللي كنخدم بيها، ديك اليد كيف ما قال لي راجلي كانت كتعاونني بزاف، خصوصا ملي كنكتب الحروزه او لو كان بدا ندير شي خدمه. كنت كنلبس واحد العبايه طويله ديال الحرير، كندير في يدي ثلاثه الخواتم مصنوعين من العظام ديال بنادم. ما فهمتش كيفاش وصلت لهاد الدرجه، ولكن اللي عطى الله عطاه. كانوا كيجيو عندي بنات اللي كيخونهم صاحبهم او لا شي امراه اللي كيخونها راجلها، وكيقولوا لي بلي بغاو يتقفوهم. داكشي اللي كندير، الخدمه ديالي كانت متقونه، كاع اللي كانوا كيجيو عندي كانوا كيبقاو فيا حيت كانوا ضحايا سهلين وضغي تقدر تلعب ليهم بدماغهم. الناس اللي لعبات بيهم الحياه وجاو لعندي وكملت عليهم انا. كنت كنستمتع بداكشي اللي كندير، خصوصا فاش كنشوفهم كيتعذبوا. من بين الحوايج الكثيره اللي كنت كندير وكتعجبني بزاف هي تفراق الاسر. تقدروا تقولوا بلي انا مريضه ولا اللي بغيتو. كانت كتجي عندي بنت فاشله ومغلوبه، صلات لمده شهور ودعات وصامت، وفي الاخر يأسات وجات لعندي. السحر كان فحال شي طمع، في الاول كيفتح لك كاع الابواب وكيخليك تعيشي السعاده، ولكن كل شي كيتقلب عليك. عمري ما عرفت شي وحده من الساحرات اللي عاشت حياه طبيعيه، ومنهم انا اللي كنعاود لكم هاد الشي، ونهايتي غتعرفوها من بعد وكيفاش تهدم هاد القصر فوق راسي. طبيعة الحال انا مداوياش على دوك الكذابات او النصابات اللي كيقولوا بلي عندهم الجن وهما ما عندهم والو. باش تاكدي بلي هذيك اللي داخله عندها سحاره حقيقيه، خاصك فاش تدخلي لعندها خدي معاك واحد السكاره صغيره وربطيها بزغبه، عقديها مزيان وخليها في جيبك. الا ولات حمراء عرفي بلي هذيك البلاصه فيها الجن بصح، والا بقات عاديه عرفي بلي هذيك اللي قدامك غير كذابه ونصابه. كنت باش نفرق الازواج ولا المرتبطين كنشد التصويره ديالهم، ومن الاحسن يكونوا فيها غير هما بزوجهم، اولا كنطلب منهم يجيبوا لي الملابس الداخليه سواء ديال الراجل ولا ديال المراه. خاص لي جات لعندي وطلب داكشي تهضر معايا بصراحه، حيت القرينه ديالي كتعطيني كاع المعلومات عليها، وخا تكون سريه وما عمرها ما قالتها لشي واحد. الجن ما كيعرفش الغيب، ولكن كيتعرف على الاشخاص ومتطور في قراءه الوجه والطالع، هو كيبني التنبؤات من خلال التصرفات وردود الافعال ديال الشخص اللي قدامي. كان فحال شي حاسوب عنده كاع المعطيات وكيتوقع امتى غيوصل الكار لشي مدينه. الا كذبات ولا حاولت تهرب كنحصلها ديك الساعه وكنجري عليها، وكندير لها شي حاجه ديال النحس اللي ما عمرها تخليها ترجع لصاحبها واخا تموت. كنشد التصويره اللي عطاتني كندوب من فوقها الشمع بواحد الطريقه معينه، كاينين شي تفاصيل اللي ما نقدرش نذكرهم. من بعد كنرسم فوقها واحد الجدول سداسي ولا سباعي على حساب فلوسها والتصويره اللي عطاتني، وغالبا كنديها ونجيبها شي ثلاثه ولا اربعه المرات باش نزيد ناخذ منها فلوس كثر. وكنكتب بالصمغ شنو كتمنى البنت لديك البنت اللي مصاحبه ولا مزوجه بالراجل اللي كتبغيه، بحال مثلا المرض ولا الفقر ولا الاكتئاب الى اخره. اما الا كانت جابت ليا زغبه من شعرها فهذيك ليها خدمه اخرى، كتخدم بالمجمر وشي اعشاب معينه. وبعض المرات كندير خدمه اخرى، كنشد جوج الفكارن وكنقسم التصويره على جوج وكنخشيها في الفم ديال الفكرون، من بعد كنخيطو. خصوصا الا كانت المراه مخلصاني مزيان كنقضي ليها الغارات، وكنعذب ليها البنت اللي باغاها تعذب خصوصا بالامراض الجلديه. اما الا كانت شي وحده قادره توكل صاحبتها فكنعطيها شي وصفه خاصه بها حتى هي، اللي كيكون فيها لسان ديال واحد الحيوان معين وضفر ديال حيوان اخر، وعاد كنزيد عليهم شي اعشاب وكنسقيهم بواحد الماء اللي منجم.
من بعد كنقرا عليهم شي عبارات وجمل بالعبرية اللي كتاكل الضحية. داكشي صافي كيقضي فيها الغرض وكتمشي فيها، كتبدا تمرض ويطيح ليها شعرها وسنانها، وخا تكون مازال صغيرة كتولي تبان بحال شي مرا كبيرة كتضعف بزاف. اما اللي كانوا كيجيو عندي على قبل باش نادي ولا نعذب شي واحد، فداك الشي خاصو تسخير من الجن، وغنهضر عليه في الاجزاء اللي جايه. نرجعو للزائرات اللي كانوا كيجيو لعندي، كنشوف فيهم كيبانوا في عينيهم الخوف، كيبداو يطلبوا التسليم وكيبوسوا ليا يديا باش زعما ياخذوا البركه مني باش هكا يتقضى الغرض ديالهم. كانوا كيجيوني مكلخات بزاف. انا فعلا كنت كنحس براسي دخلت لهاد العالم غير صدفه، وكون كان فيه الخير ما كنتش غنوصل لهذا الشيء اللي وصلت ليه بهاد الزربه وبهاد قله التفكير اللي كانت عندي. هاد العالم اللي غيدمرني من بعد وغيكون هو السبب في الماساه ديالي والجحيم اللي غنعيشه. اما بالنسبه للناس اللي كيجيو عندي على قبل جلب الحبيب، فكان هاد الشيء ساهل، خاص غير القرينه ديالي تعاود لي كاع داكشي اللي عارفه عليه. تما كنت كنفهم النوع ديالو وكنصح البنت بداك الشيء اللي كيهتم به هو. من بعد كنعطيها شي حجاب اللي يحميها من العين والحسد، وكيجيب ليها القبول خصوصا من طرف الدراري. وكانوا دوك الحجابات كنكتب فيهم شي اشعار اللي كان كيتغنى بهم الجن اليهودي، كانوا مكتوبين في الكتوبات السحر القديمه اللي كان مخليها راجلي في الدار. هذا كان الجزء الاول من قصتنا، مازالين بزاف الاحداث غادي يطراو. تسناوني في الجزء الثاني. السلام عليكم.